أخواني وأخواتي، ذكرنا الاحتساب على الله تعالى وغيرنا معناه وما له من ثمار حسنة في زيادة الأجور ورفع الدرجات. والليلة بإذن الله تعالى نتعرف معاً على بعض صنوف الأعمال التي ذكر فيها الاحتساب، ونبدأ ذلك بذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر الاحتساب في الخطى إلى المسجد للصلاة ودروس العلم، وكيف كان تصرف الصحابة الكرام في باب الاحتساب. شوف مع بعض إزاي هذه الخطوات الطيبة المباركة التي نخطوها إلى المسجد، كيف كان يضعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حساباتهم ويحتسبونها عند الله. نبدأ ذلك بحديث رجل من الأنصار كان في قمة هرم الاحتساب، جاء حديثه في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، يعني أبعد بيت في المدينة المنورة بيت هذا الرجل الأنصار، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتوجعنا له، تألمنا له. ليه؟ لأن الراجل بيجي ماشي من بيته لحد مسجد سيدنا النبي ماشي على قدميه. سيدنا أبي يقول: فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، يقيك من حر ساعة الظهر ساعة العصر، ويقيك من هوام الأرض لما تمشي بالليل في الظلماء تتعطر في، يعني تتعثر في عقرب في شيء من هذا. فقال الرجل: أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: والله أنا ما أحب بيتي يبقى مجاور لبيت النبي، مطنب يعني إيه؟ يعني كأنه الخيام يعني مربوط بالخيمة ومربوط في عمود خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عاوز يبقى يعني بيته جنب بيت النبي، ما يحب هذا. فسيدنا أبي يقول: فحملت به حملا. الله، ايه الكلام ده؟ يقول: ثقل علي هذا الكلام واشتد علي، رجل بيرفض جوار رسول الله، يقول ما أحب أن بيتي مطنب يعني مربوط في عمود بيت سيدنا النبي. ثقل على سيدنا أبي، يقول: حتى أتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الكلام الثقيل على قلبه مش قادر يتحمله، فقال للنبي الكلام اللي الرجل قاله. قال: فدعاه فسأله فقال له مثل ذلك، مثل ما قال للرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له فصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو في أثره الأجر. خلي بالك، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، بعت لصاحب القضية يسأله قبل أن يقضي، بعت لصاحب القضية يسأله، لا ما ينفعش يا عم الحاج، هذا محل وهذا وقت درس علم مش محفل تلاوة. فقال له مثل ذلك، لما قضاه سيدنا النبي رد عليه نفس الكلام وذكر له فسر لسيدنا النبي أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك ما احتسبت. النبي صلى الله عليه وسلم قدر عقل هذا الرجل وعرف إنه هو لما بيحب يمشي من بيته لحد بيت سيدنا النبي، لحد مسجد سيدنا النبي، بيعد الخطوات بتاعته وبيحتسبها على الله. وفي رواية له عن أبي بن كعب أيضا في رواية صحيح مسلم قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد،
إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فهذا الرجل جمع مع نية الخروج للمسجد كما رأينا نية الإيمان والاحتساب، فجمع الله له ذلك كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع له كل ما أراد من احتسابه في خطاه المسجد الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مش عارف. لا لا As we talked last night and the last two nights about expecting the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for the worship that you do, and we explained its meaning and how much rewards will multiply in and ascending in the rank of goodness as you have conscious awareness of your deed and expecting Allah's reward for the difficulty of whatever you go through. And today, inshallah, we'll talk about that expectation and that intention that you have as you take steps to the mosque, either to pray or to learn and study the knowledge of our faith. And how one of the companion, the honorable companion, actually behave or action in that area. And we'll start by talk about one of the supporter in Medina, one of the Ansar, of the men of the Ansar. And he was actually described as one of the utmost in expectation and of the goodness from Allah subhanahu wa ta'ala for his deed. And that was narrated in Hadith Sahih Muslim on the authority of Ibn Abi Ka'b, that he said, Ubay ibn Abi Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Radiallahu anhu, may Allah please with him, that he said, a man among the Ansar, the supporter in Medina, his house was the farthest from Medina, and he never missed a prayer in the house, in the mosque of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So he was the farthest from the mosque, and he never missed a prayer in the mosque. And the companion used to feel sorry for him, used to feel compassion to him because of the hardship. And he talked to him, Ubay ibn Ka'b, and he told him, why you don't buy a donkey that actually will kind of make it easy for you a little bit from the heat of the desert and to kind of save you the rocks and harsh walking in the desert? And the man looked at him and said, by Allah, I do not like that my house will be close to the house of the Prophet Muhammad, peace be upon him. He said, by Allah, I don't want my house to be close to the house and the mosque of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And Ubay ibn Ka'b, the one who was narrating the hadith, he said, I was shocked. He was alarmed how he would say something like that. And he was actually feeling very uncomfortable. So he took the man to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and asked him to repeat what he said. And he mentioned exactly the same response. I don't want to be close to the house of the Prophet and the mosque of the Prophet. And then when the Prophet asked him, and he said that I seek the reward, I seek the return of the steps that I walk every day to the house of Allah. And the Prophet looked at him and said, to you, you will get what you expected. In another word, for his intention and his conscious awareness that he will get a reward for every step, the Prophet assured him that he would actually get the reward. And in another narration, also that Ubay ibn Ka'b, that the man said, I'm not happy that my house would be close to the Prophet mosque. I want that for every step
to the mosque and back from the mosque a reward that I can collect and I can get. And the Prophet responded to him that Allah subhanahu wa ta'ala combined that for him. So he has rewards as he go and rewards as he go back. شوف هذا الرجل كان درس للمسلمين ومن دروس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصائحه الغالية في احتساب الخطى إلى المسجد ما جاء عنه في قوله لبني سلمة ألا تحتسبون خطاكم؟ مش تحتسب خطاكم وانتوا بيوتكم بعيدة وعاوزين تجوا جنب المسجد؟ لا، خليكم بعيد وعدتوا الخطى دي على الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك أخرج البخاري في الصحيح رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال الجماعة والله حوالين المسجد فيه أراضي فاضية، نروح نبني هناك بيوت ونسكن جنب مسجد سيدنا النبي ونقعد بقى نزاطط هناك. فهم بيمشوا مسافة بعيدة، بيوتهم في العالية هناك بعيد فبيمشوا ويتعبوا، فقال والله فرصة إن احنا نسكن جنب المسجد. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش إن حوالين المدينة يبقى فاضي، كان كل الناس تعمل تكدس وتيجي تسكن جنب مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت المدينة نعمل فيها إيه؟ دي خلي بالك ده عمران، ده عمران ده وزير تعمير، وزير تعمير عقلية عالية. احنا عندنا في بلدنا العمران فاسد. ليه؟ لما تروح بلد زي مصر كل حاجة في القاهرة، ختم النسر في القاهرة، فتلاقي القاهرة دي بيدخلها في اليوم 5 مليون واحد مغتربين عشان ختم النسر وخرجوا منه، وجواها ساكن 25 مليون بني آدم، وبقية البلاد فاضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطة العمرانية تقتضي أن يكون في حوالين المدينة عمار، لأن الناس كلها تيجي تتكدس جنب المسجد سيدنا النبي هيبقى بقية المدينة فاضية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطة العمرانية بقى خطة الاحتساب، لفت نظرهم لخطة الاحتساب. أنت هتسيب المدينة فاضية وتيجي تسكن جنب المسجد وبعدين تضيع على نفسك أجر الاحتساب الخطى على الله. وقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ مش تخلوكوا أصحاب تجارة كده وتعدوا خطاكوا على الله وانتوا جايين من بيوتكم لغاية المسجد وانتوا راجعين من بيوتكم لغاية من المسجد لغاية بيوتكم؟ قال فأقاموا، يعني عدوا خطاكم عندما تشوفوا المسجد، فإن لكل خطوة ثوابا. لما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت نفوسهم وقرت انهم يفضلوا ساكنين في اماكنهم ويمشوا لحد مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. And among the advice and the command of the Prophet Muhammad, peace be upon him, in this area of counting, inshallah, the rewards as you step walking into the masjid, what narrated of what he said to the tribe of Bani Salama. He told them, don't you count your footsteps to the mosque? And that actually was narrated in Al-Bukhari on the authority of Anas, may God be pleased with him, that he said that the tribe of Bani Salama actually wanted to move their homes close to the mosque of the Prophet Muhammad, peace be upon him. They were actually away from the mosque and they found an area that is empty and they wanted to move their homes to that area. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, actually hated that idea and hated the fact that the outskirts of Medina will be empty, will be bare. He wanted to actually populate the whole area of Medina. And so he said, oh Banu Salama, don't you count your footsteps? He is reminding them of the reward and the return of walking to the masjid, and the farther you are away, the more return, inshallah, you will have. And they listen and they stay where they're at. So the meaning,
that he wanted to kind of bring to their attention the magnitude and the return of their footsteps to the masjid, as for every step there is a reward. ومن ذكاء الصحابة الله تعالى عليهم إن هم كانوا بيحتسبوا عند الله خطاهم إلى المسجد كما يحتسب المجاهد في ساحة الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني بيعتبر خطاه للمسجد للصلاة وطلب العلم بالضبط كانت تعدل عندهم الخطى في الجهاد في الصغور. شوف الإمام البخاري أيضا في الصحيح والترمذي والبياقي واللفظ اللي بنذكره ده الإمام البياقي روى عن يزيد بن أبي مريم بيقول الراجل بينما أنا رائح إلى الجمعة إذ لحقني عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عباية لا من التابعين، سيدنا يزيد بن أبي مريم كذلك. فسيدنا يزيد ماشي وسيدنا عباية راكب، فلما شاف أن وهو راكب وأنا ماشي، يزيد ماشي وعباية راكب، فقال عباية احتسب خطاك هذه في سبيل الله، خطواتك اللي انت رايح فيها الجمعة دي احتسبها في سبيل الله. شوف أنا سأبينلك إزاي قضية الاحتساب دي كانت شغلة عقول الصحابة والتابعين، ما كانوش بيعملوا حاجة زي ما قلت أنا، يعني بيقولوا بالعامية عندنا سبهللة يعني أي كلام كده وخلاص، أو رايح في المولد وفي الهيصر، الناس راح تصلي ورايح يصلي، الناس ما رايحش تصلي ما رايحش يصلي، لا كل حاجة عندهم لها حساب. فقال له احتسب خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو سيدنا عبد الرحمن بن جابر، سمعت أبا عبس الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغبرت من أصاب الغبار قدماه من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. خلي بالك موضع الشاهد من اغبرت قدماه ايه في سبيل الله، والراجل رايح فين؟ رايح الحرب ولا رايح يصلي الجمعة واسمع الخطبة؟ رايح يصلي الجمعة واسمع الخطبة. فهنا سيدنا أبو عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد في سبيل الله ولم فق هذا الصحابي. فسبيل الله واسع يشمل كل طريق فيه رضا الله سبحانه وتعالى من سائر الأعمال الصالحة والعبادات. الإمام المناوي في شرح الجامع الصغير بيقول من اغبرت قدمه في سبيل الله أي في طريق يطلب فيها رضا الله، فشمل الجهاد وغيره كطلب العلم فدخلت فيه الجمعة، لأن الجمعة علم صلاة وعلم، ده اللي بيسمع من دلل الإمام فاستمع وأنصت. والإمام القاري في مرقاة المفاتيح ذكر كلام آخر في حكاية في سبيل الله دي، إن شاء الله نتكلم مع بعض بكرة ونشوف هل الخطى إلى المسجد في سبيل الله فعلا والخطى إلى الجمعة في سبيل الله فعلا ولا لا، من أقوال علماء أهل الأمة، علماء الأمة الصادقين المحققين. إن شاء الله في الغد نلتقي، وصلى الله وسلم على سيدنا آله وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. The companion, may God be pleased with all of them, actually used to count their steps to the mosque like would bring returns like those who struggle for the sake of Allah. And about that, they were actually comparing the walk to the mosque in Jum'ah as if you are struggling for the sake of Allah. And every step to the mosque is like you are in the battlefield for the sake of Allah. And that was narrated by Bukhari and Tirmizi and al-Bayhaqi on the authority of Yazid ibn Abi Maryam, that he said, while I was walking to the Jum'ah prayer,
I found عباية ابن رافعة ابن رافع ابن خديج. And he was riding and I was walking. So Yazid was walking and catching up with him, Ubaya, and he was riding. And he told him, Ubaya actually told Yazid, count and ponder and expect these steps that you are taking to Jum'ah prayer like you are struggling and walking to struggle for the sake of Allah. As I heard Aba Abs al-Ansari saying that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said what can be translated, whoever his feet kind of got dusty and dirty for the sake of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will prohibit these feet from the hellfire. And in this meaning, Aba Abs actually have the judgment and have the understanding that the same return as you walk to Jum'ah, as you are walking to struggle for the sake of Allah. And this is actually the fiqh. This is actually has the interpretation of the word of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and using the parallel in one situation to another with the understanding to have the return and to have the reward. Imam al-Minawi actually elaborated, he said, whoever his feet became dusty or dirty for the sake of Allah as he go seeking to struggle for the sake of Allah, seeking jihad, that actually include those who walk to seek knowledge of faith and those who walk to Jum'ah prayer to perform their prayer. So this is the fiqh of how the companion took every word of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and kept him busy thinking how they can utilize it to gather the reward and to ascend in the ladder of goodness.